ازاي الدول بتعلن افلاسها وامتى وايه اللي بيحصل بعد كده، ومصر موقفها المالي ايه دوليا. كل ده هنشوفه في الفيديو ده، خليكم معانا. بانكير، نبض البنوك. يعني ايه كلمة افلاس دولة بحالها؟ ورغم كده الدول بتفضل قائمة وشغالة وبترجع تقوم تاني. الحقيقة الافلاس ليه اكتر من تعريف وطريقة ومستوى بالنسبة للدول. وفي حالة الدول فالإفلاس بياخد أشكال مختلفة، وكمان في طرق كتيرة لانتشال الدول من الإفلاس في القوانين الدولية، واللي بتختلف من دولة للتانية، وبتتداخل السياسات الدولية والعلاقات بين الدول الكبرى ومدى تأثيرها في قرارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في كل حالات الإفلاس. إفلاس الدول أو اللي بيطلق عليه في علوم الاقتصاد الإفلاس السيادي هو فشل أو رفض حكومة سداد ديونها بالكامل، وساعتها الدولة بتطلع بشكل رسمي وتعلن إفلاسها وعدم قدرتها على السداد الكلي أو الجزئي لديونها المستحقة أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة. الدولة بتوصل لوضع الإفلاس لما تعجز عن إصدار سندات بعملتها، لأن انخفاض قيمة عملتها المحلية هيكلفها كتير جداً في تسديد السندات بالعملات الأجنبية. طيب ايه اللي بيحصل في حالة افلاس الدولة؟ في العادة الحكومة في الدولة دي بتواجه ضغوط شديدة من حملة السندات المحليين لسداد ديونها، واللي هم اصحاب الدين سواء افراد او شركات او دول. عشان كده مش بيبقى قدامها حل غير انها تدخل في مفاوضات مع اصحاب السندات او الدين للموافقة على تأخير او تقليل جزئي لدفعات الديون، او ما يطلق عليه اعادة هيكلة الديون. كمان في مؤسسات مالية عالمية زي صندوق النقد الدولي بتدخل لمساعدة الدولة اللي بتعلن إفلاسها، وبتساعد في إعادة هيكلة الديون السيادية، وده لضمان توافر الأموال لسداد الجزء المتبقي من الدين السيادي. وهنا بيعرض على الدولة قروض لسداد ديونها مقابل شروط قاسية، ومنها فرض حالة التقشف في البلاد وإجراءات تانية زي زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام، زي ما حصل كده في خطة إنقاذ اليونان. طيب ايه هي الدول اللي اعلنت افلاسها؟ الدول اللي اعلنت افلاسها في السنين اللي فاتت وصلت لحوالي 21 دولة، من بينهم 6 دول اعلنت عدم قدرتها على سداد ديونها وطلبت مساعدات من صندوق النقد الدولي او من البنك الدولي، وهي لبنان وجزر المالديف وزامبيا والاكوادور ورواندا والارجنتين والبرازيل. وبالنسبة لمصر فالوضع المالي بتاعها بعيد تماما عن احتمالية تعثرها في سداد ديونها، ومصر عمرها ما تخلفت عن سداد الديون بشهادة الجميع، وعندها من الموارد الدولارية اللي يخليها تدفع من غير أزمات، وإلا ما كانش صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات يديها قروض وبزيادة. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير، نبض البنوك.